تزيين هذه العمارات راكم تشوفوا فيها والطلاء وقاعدك كاع من ثاني مشاريع اللي دخلت في الانجازات السابقه تاعنا. من بين 57 بلديه 4 بلديه استفادوا من هذا المشروع، وبلدي تاع انت كان عندها الحظ باش استفادت من هذا المشروع. البلد العمارات تاع الكهوف كامل تصبغ وتولي نظيفه خير من البلديه تاع عين طايا. وشكرا.